السلام عليكم. موضوع مهم جدا راح نتطرق ليه، اللي هو موضوع السحر والشعوذة. قبل ما نبدأ في هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم راها ظاهرة، نخليكم مع هذا التقديم أو هذا المقدمة لانتروديكسيون بيان سور لا بتيت بريزونتاسيون. نخليكم في هذا التقديم الصغير، هكذا نقصر معكم غير شوية من بعد نتطرق في الموضوع. بسم الله. هذا الفيديو وسام. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناة، القناة قناتكم قناة لوندا دي زد. نشكر كامل اللي راهم يتابعوا ويشاهدوا في الفيديوهات ديالي، نشكرهم بيان سور من قلبي على المشاهدة المتابعة، على ايضا اللايكات اللي راهم يدعموا فينا ايضا من قلبهم. نقول لهم ميرسي على لي كومونتير الشابين تاعكم اللي راهم يوصلونا بتأثير كبير وترحيب كبير، وراني نقراهم لاتر يعني على لاتر، نقراهم حرف بحرف ونفهم قصدكم. وايضا نشكركم مشكورين من القلب على التعاليق نتاعكم اللي نستنتج من وراها انها تهدف الى دعمنا وايضا بيان سور تشجيعنا، باش نقول لكم باللي نحب بزاف نقرا لي كومونتير، سا مي في ان تري تري غران بليزير سورتو. دونك البنات، انا حبيت كيما على بالكم بيان سور انه انا القناة نتاعي متنوعة، بيان سور خطرات ندير لي فلوغ، خطرات طبخ وصفات، خطرات كثرتها المواضيع، مواضيع اجتماعية يعني من قلب الواقع، واش ومازال ايضا فيه مفاجآت. راح ندخل صوالح جدد على القناة ديالي، وراح نبدا تجارب ونغامر، وراح نجيب الجديد، وراح يكون بيان سور لو غران شونجمون، ماشي فقط نعاهد ونوعد، وانما راح يكون فريمون جديد، جديد من الباب الواسع وعن قريب، عن قريب جدا ان شاء الله. فوالا، دونك انا حبيت نقرب اكثر من لي زابوني ديالي، حباباتي، خياتي، صحاباتي، المشتركات الفيدال ديالي اللي حبوني. ونقول لكم راني نعسكم بزاف بزاف بيان سور. قناه لوندا دي زاد نرحب فيكم ديما، تحياتي للقدم وتحياتي للجدد، راكم في القلب كاملين. فوالا، دونك حبيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي هز العالم. وشنو هو الموضوع؟ موضوع السحر والشعوذة. صرات في الجزائر يا با لونتون، قالك جبدوا طفلة مولات 7 شهور مدفونة، قالك انباشوا القبر وجبدوا الجثة نتاعها، الاب نتاعها صوروا معاه روبورتاج او فيديو حي من صورة حية، صورة وصوت يعني تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتها غير اليوم يعني بعد ما سمعت الخبر. يعني كيفاش جاني الخبر، انا كيفاش سمعته يعني دو بوش لوغي، يعني سمعته عن طريق قالوا لي جابوا لي هكا نحكي، ويعني نتبادلوا الخبر جا جديد سمعنا بيان سور. انخلعت من بعد اليوم اللي صدفة هكا وانا نشوف في التليفون ديالي، ومن بعد شفت تحت على هذاك الفيديو نتاع هذاك الاب، اب الضحيه، اب هذيك المتوفاه، الطفله في عمرها 7 شهور مدفونه، اللي قال يعني على لسانه يقول الاب انه نبشوا القبر نتاع بنته وانه ما لقاهاش بعد ما دفنت وكل شيء. قال لك ما لقى لا الكفن نتاعها، لا بنته، لا ريحتها، لا شحتها. قال لك داوها ما عرفش واش راهي كامل، وشنو هو الهدف لما يدوا الجثه من القبر. سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، واش راح يعملوا بها وعلاش داوها وكل شيء. وقال لك راح يديروا لونكيت. فوالا، دونك ما فهمناش واش راه صاري في هذا العالم، يعني في بلاد المسلمين يعني ارض طاهره يعني سبحان الله، وحنا يجي يقولوا لنا راكم في بلاد الكفار. نقول لكم انه في بلاد الكفار، ولو يعني رانا في اوروبا، يعني هنا كاين كامل الديانات، كل واحد لك ترول ديان قال لك شد دينك، ماشي كي حنا رانا عايشين في بلاد الكفار ولا رانا عايشين معاهم وحوالينا ويحيطوا بينا ورانا معاهم وكل شيء، كي حنا راح نتبعوا كامل ثقافات نتاعهم ولا راح نتبعوا دينهم. حنا نشدوا في ديننا، رانا نجاهدوا، حنا اصلا رانا شاهدين في ديننا. وما ذوك الناس اللي منافقين ربما هما بعض الناس، ماشي صح يعني تعيش في البلاد اللي تكون مسلمه انك راح تشد في دينك ولا الايمان نتاعك شديد
وتربيتك الدينية وأخلاقك واللي ذهب ما يحول ما يزول. فوالا، ولا بغا تعيش في الهند، دينك في دينك هو عنوانك. فوالا، هذه هي. دونك كما قلت لكم، شفت سمعت هذاك الأب وشفته يعني في الفيديو، سمعته يحكي قال لهم راح يدير يعني لونكات، نسيت واش يقولوا لها بالعربية، لونكات نسيتها، سبحان الله، لونكات شي با نسيت. المهم فوالا، دونك السؤال هو وين راح عساس القبور؟ عساس القبور وين هذاك الوقت كان كي جاو الناس حفروا وجبدوا الجثة؟ وين راح عساس القبور؟ كان راقد ولا كان دار لي زيكوتور ويسمع في الغناء ولا في القرآن ولا مانيش عارفة، ولا وين كان هذا عساس القبور؟ لازم يديروا لونكات على خاطرش الناس ولا تتخاف. دوكا واش راح يديروا بالجثة؟ اسكو الجثة يعني هي في القرآن الكريم مذكور السحر، واللي ما يأمنش بالسحر يقول لك عن جهل، فهو أصلا جاهل، لأنه السحر مذكور في القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلازم نأمنه. إلى أمننا بربي سبحانه بوجود الله وبالأركان الخمس ونأمنه بالقرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأنزله الله على البشرية، يعني القرآن جاء للعالمين كهداية، وإحنا المسلمين صح مسلمين، لازم نأمنه بوش جاء في كتاب ربي ومذكور فيه السحر والشعوذة. فالجثة لما يجبدوها سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وش يديروا بها؟ أنا في بالي المنطق وش يقول، أنه رايحين أكيد يسحروا بها. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشياطين الإنس، يعني شياطين الإنس، شوفوا من قوة ما يحسدوا البنادم، من قوة ما غيروا منه، وش يروحوا يديروا؟ يروحوا يديروا الشر في عباد الله، وكأنه يحسبوا أنه هذه الدنيا غير فانية، الدنيا هذه سيان باساجي. الناس تغرهم الدنيا ويحبوا يديروا الشر، وقلوبهم مدودة ومحسدين وغيورين، ويحبوا يديروا الشر. ومن بعد كي يديروا هذاك الشيء، هذاك يعني السحر وشعوذة، يمارسوه على الأشخاص، واش يبقاو يسناو؟ يبقاو يسناو واش راح يصرى له ذاك السيد ولا هذاك السيدة ولا هذاك، الله اعلم دوكا، ولا ما يخاف، نخافوا على ولادنا، ولينا نخافوا على روحنا. واحد دوكا ولا كي يموت يخاف، دوكا انا في الدنيا عايشين حيين نخافوا، نشكوا ونتوسوسوا كامل، شفتوا مع اللي راهو يصرى دوك، نزيدوا نتوسوسوا اكثر. يعني الواحد كي يموت وما يطلقوش يعني الكور تاعو، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وثاني قال كيما كانوا يسرقوا الجثة، يسرقوا العباد، قال لك يسرقوا يخطفوا الاطفال، هذيك كنقولوا بلي كانوا يدوا ربما الاعضاء ويدوهم باش يبيعوهم، باش ربما الكليه، ربما هذيك اعضاء يسرقوها الاطفال. ولكن طفله اللي تكون جثه ميته متوفاه ربي يرحمها، وتكون يعني يعني ملاك، طير من طيور الجنه، يعني واش راح يديروا بها اصلا؟ ما حيش يدوا الاعضاء الجسم ديالها، امبوسيب، مستحيل، اكيد رايحين يمارسوا طقوس السحر والشعوذه. احنا واش نقولوا؟ يعني واش نقولوا؟ احنا نقولوا ربي يستر. وانا كنت قريت انه لقاو تقبضوا على مشعوذ كبير في واسمو هذيك البلاصه يا ربي واش اسمها، نسيت، وحده يوتيوبرز هي اللي حطت هذه المعلومه، قلت لك في نسيت هذيك البلاصه، المهم في الجزائر تقبضوا على ساحر كبير مشعوذ، وانا قلت وقال لك عنده بزاف تصاور، ويعني يمرضوا الناس، يطلقوا الناس، يشوهوا سمعة الناس، يعني يسحروا من الغرض. ما هو الغرض؟ هو قلبهم مدود ومحسد، وتالما ما يقدروش يوصلوا هذاك الانسان في المرتبه تاعه ولا في اخلاقه، ولا يكون هذاك الانسان قاعد لهم على قلبهم، ما يقدروش يوصلوا ليه. كيفاش يوصلوا ليه؟ يوصلوا ليه عن طريق السحر. فلما يعملوا له السحر، ويعني عن طريق ربما صوره كما هذا المشاوذ، ولو بزاف صور كانوا عنده، يعني سحر بزاف اشخاص، وقال لك باللي هذو الاشخاص، قال لك باللي ماتوا توفاو ربي يرحمهم، كاين اللي مرضوه، كاين اللي ما لقاش شكون، لا طبيب لا طالب، يعني ما لقاش وين يروح يداوي، كاين اللي مرض،
كاين اللي مرض مرض نفساني يعني اكتئاب، دخل في اكتئاب حاد، وكاين اللي انتحروا من سبب السحر، كاين اللي تفارقوا يعني طلقوا، كاين اللي عائلات متشردة من أجل السحر، يعني كله من أجل قلوب مريضة مملوءة بالحقد والضغينة والكراهية. ما بقى لامان، ما بقاش لامان. لازم الإنسان شوفي نيتك، نيتك إحساسك. إلا حسيتي بذي أشخاص ما حسيتيهم بلي سافا با، ولا ما شميتي ديك الريحة، ولا عبالك حنا عندنا سيزيام سونس، دونك إلا قلبنا وجعنا من جهة شخص، ولا قال كلي عندنا هذيك الحاجة الزايدة اللي تحسسنا بدك الشخص حب يادينا، ولا حب زعما يأثر علينا، ولا حب يسحرنا، ولا حب يمارس علينا الشعوذة، ولا حب يعني من يشوفنا يعني وش راح بالصورة اللي حب هو يشوفنا فيها، يشوفنا عن طريق ممارسة الطقس طقوس السحر والشعوذة. فاحنا نتجنبوا من الأشخاص هذوك اللي الملائكة تاعنا يتقلوا من جهتهم، وقلبنا يوجعنا من جهتهم، ونحسوا بهذاك الاشمئزاز. يعني هو إحساس خفي ولكن من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان قلبه وجعه وهلا قلبه هرب من شخص ما، فإليق لازم يحايد على روحه. رانا في وقت ما بقاش لامان، بقاش لامان مع كل واش رانا نسمعو، ولاو عباد ربي الجثة يروحوا ينبشوا القبور، ولاو يجبدوا الجثث ويمارسوا عليها السحر، ولاو أيضا في المقابر يمارسوا لي رابور سيكسويل، يعني ولاو يمارسوا الجنس على الموتى. وهذا الشيء يعني ولا بد اني صح، هذا طابو من الطابوهات، وموضوع يعني شائك، وموضوع يعني كلام قوي راني قاعده نقول فيه، ولكن هي الحقيقه، ولازم نطرق المواضيع كما هذه لانها قاعده تصرى، ولازم ننصحوا بعضنا، ولازم نرشدوا بعضنا، ونوعيوا بعضنا على واش راه يصرى. هناك عقول مريضه، هناك قلوب مريضه، هناك نفوس مريضه، فلازم حنايا نوعيوا مع بعضنا في بعضنا. لازم يديروا كاميرات في المقابر، لانه اساس المقبره ما ولاش يعمل ويمارس مهنته كما واجب الحال. ونخافوا حتى انه نخافوا انه عارس المقبره يخلصوه، وانه يعمل معاهم يدخل معاهم في مهام او مهمه ويكلفوه وياخذ رايهم، ودونك ما بقاش لامان. يغروه ربما بمال باهظ، بمال ما بقاش لامان. حبيت نطرق معاكم على هذا الموضوع، يعني هي غير كيما صرات على هذه الظاهره، هي ظاهره هذا العفسه اللي صرات، واكيد يتخوف الانسان، لانه شكون اللي يدير الشيء هذا؟ ماشي جنون وماشي الشياطين، هما شياطين الانس، دونك انسان عبد عادي، ولكن عنده الغل في قلبه وعنده اهداف يعني شريره، هما الاشرار اكيد، هما اللي يعملوا اشياء كيما هذه، هما الناس اللي ما عندهمش ثقه في نفسهم، هما اللي عندهم ايمانهم ضعيف بزاف، فيلجؤوا الى السحره والمشعوذين من اجل اغراض ما، لكي باش يشوفوا ناس يتعذبوا، باش يشوفوا ناس مساكن يشوت، وشحال من واحد فقروه، من يشوفوا من حياه الرفاهيه والغناء، ويحبطوه، يحبوا يشوفوه يعاني، يحبوا يشوفوه يسوفري، باش هما يتغذيو هذيك النفسيه المريضه نتاعهم، باش هما يسغو بوز، باش هما يحسوا روحهم لاز وفوالا. دونك حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من اراد بنا شرا، راه بي يا ربي بعد علينا السحره والمشعوذين، وكل من اراد بنا شرا ربي يبعدوا علينا قدر بعد السماء على الارض فوالا. واش بقيت نقول؟ حبيت نقول لازم الواحد يحايد على روحه. شحال من واحد طلقوه بالسحر، شحال من واحد مرضوه بالسحر، شحال من واحد مات بالسحر، شحال من واحد انتحر بالسحر، شحال من واحد مهبول ولا مجنون بالسحر. انا سمعت حكايه قالوا لي عليها، انه واحد كان يقرا، كان هو اللي في الكاختين تاعهم يعني في الحومه، قالوا لي كان يقرا وكان جايب هافور في القرايه، وكان غير يطلع بلا ما يدور ودوبلي، قال لك يقرا يقرا يقرا، هذه حكاوها لي. قال لك من بعد ولا مهبول، قال لك جاب كامل الماستر ماستر كامل قرايته كامل، قال لك مخ، قال لك واش لقاوه حوايجو مقطعين ومصه، قال لك يمشي هبل، دخل في زنقة الهبل، ولا مجنون ولا مهبول. قولوا لي ارحم باباكم، زعما لي يقرا فرصه
زعما قال لك ترتق الوعرق ولا زعما شغل ديباسا كون كوا. انا نقول باللي ربما غاروا منه حسدوه سحروه ولا عينوه، والعين حق. فوالا دونك واش نقول باللي ربي يهدي ما خلق. وكان سمعت بواحد القصه ثان وحده قالوا لي عليها، راحت عند الراقي ومواليها جابوها في واسمها في الاسعاف يعني في الامبولانس، جابوها مواليها كانوا داينها مواليها وين السبيطار تاع المهابل. جات الاسعاف باش تديها، وهذاك الراقي انسان محترم قالك قال لهم جيبوها لي نرقي لها. لما رقى لها الراقي مع مواليها بيان سور، قال لك فطنه تقرا ليها الايات الشفاء والاخر. ففطنه قالت له راني ولا لها عقلها يعني من اثار السحر والشعوذه، فهي ما راهي مهبوله ما والو. شوفوا لو كان ما رقاولهاش وما جراوش بها، راهي في يعني مع المهابل في مستشفيات الامراض العقليه. كاين اللي ولاو مجنونين يعني هبلوهم دخلوهم سنقه الهبال، كاين اللي داروا لهم اكتئاب حاد ولاو مقلقين ومستفزين ووسواس حاد وسوداء وافكار سوداء، ولاو مكتئبين وحتى راحوا يعني انتحروا يعني قتلوا روحهم بروحهم وما لقاو لهم لا تفسير لا حتى حاجه. المدوا يعني داروا حد لحياتهم يعني انتحار، ويقدر يكون سبب من اسباب السحر. وايضا كاين اللي اكيد يطلقوا يعني طلاق ويكون الكراهيه، وكاين كل واحد كيفاش يعني من اجل قلوب المريضه. الناس تحب تستشفى، الناس تحب دير الشر، الناس تحب تستمتع لما تشوف ناس تتعذب. لا حول ولا قوه الا بالله، ربي بعدهم ما علينا. و فوالا دونك ما يخافوش ربي، وحاسبين انه الدنيا ماشي فانيه، الدنيا فانيه، ويتحاسبوا كامل على الاعمال تاعهم. وكان شحال من وحده مرضوها، شحال من وليه مرضوها وقتلوها بالسحر ودفنت بسحورهم. شحال من واحد ركبوا له جن، هبلوا الجن ولا يشحنوا في واحد يديروا له كاش جن ولا يهبلوا ولا. بصح كاين الحمد لله كاين طريق الرقيه الشرعيه، وكاين كما يقول لك الاذكار والتحصين، وكاين كلام ربي اللي هو القران الكريم اللي هو شفاء لكل داء. لو اجتمعت عليك الانس والجن لن يضرك الا بما كتبه الله لك. سبحان الله. اليقين بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أراد بنا شرا. أكتفي بكلامي هذا وأقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد بنا شرا. ربي بعد علينا أولاد وبنات الحرام، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا واش نقول لكم البنات، تهلاو بزاف روحتكم. وفوالا اللي عندها تدخل او حبت تتعلق وتمد رايها ولا كش ما سمعتو ولا كش حاجه، لانه هذه ظاهره راهي بزاف بزاف تحدث. الله يستر، وهذا مكان الله يستر وهذا مكان. فوالا دونك اذا شفتوا يعني هذا واش نقدر نقول لكم. ان شاء الله هذا الموضوع يكون مهم جدا، انا حبيت نحكي فيه لانه شفتو انه مهم. والله حبيت نحكي انا اي موضوع يعني نحب نحكي فيه باش دونك نقول لكم ما تنساوناش باللايك باش بيان سيغ تدعموا القناه نتاعنا. وشكرا على المشاهده، ومرحبا بجداد اللي حبوا يجيو معنا. ما عليكم الا انكم تشتركوا في القناه وتعملوا لنا لايك. هذا مكان باش نقول لكم تهلاو بزاف روحتكم، وخليتكم في الامان. الى اللقاء، تشاو.